السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص والمغرب. حلقتنا اليوم على واحد الرجل كان كبير في العمر، إنسان متقاعد، عايش في واحد القرية حدا واحد المدينة كبيرة. عايش هو وولاده جوج، ولده كبير سميته عماد وفي عمره 25 عام، ولده الصغير سميته عبد الله وفي عمره 20 عام. الأم ديالهم اللي هي مرات هذا الرجل الكبير كانت توفات شحال من عام، وقرر هذا الرجل الكبير أنه يبقى حارس على التربية ديال ولاده لأنهم كانوا مازالين صغارين، ما تزوج ما والو. فعلا نيت كبرهم ورباهم مزيان اللي حتى ولاو ناس صالحين كيفيدو هوايا ويفيدو المجتمع ديالهم، وإنسان يعني لعمره دار معقولين كيعرفو غير الخدمة الدار دار الخدمة، ما هما ديال البلية ما هما ديال تش حاجة خيبة. المهم هذا الراجل هذا كما قلنا كان إنسان متقاعد، وداكشي اللي كيجيبو داكشي ديال التقاعد ديالو ما كافيش لا هو لا ولادو. ولادو واخا ناس مزيانين ومعقولين ما عندهمش شي عمل قار او شي حرفه او شي صنعه مزيانه. يلا عندهم واحد القطعه ارضيه على قد الحال كان ديال بوهم ما كتجيبش هما، هذاك الشيء على قد الحال ديال بصح ما غاديش تامل لهم المستقبل ديالهم. شاف حتى هي ولده الكبير اللي هو عماد وهبط للمدينه باش يقلب على خدمه. هو في باله واحد الحرفه كان كيدير تما في القريه وفي القرى المجاوره وهي البني، كان كيبني ولكن داك البني ماشي ديال بصح، ماشي بحال المدينه، يعني شوف فين وفين يلا كيكون شي بريكول. المهم هبط المدينة وبدا كيقلب الحرفة ديال البني، بدا كيخدم في هاد المقاولة عند هاد المعلم في هاد المارشي في هاد الشانطي. المهم كيخدم تقريبا هو خدام كل 20 يوم شهر ضروري يطلع القرية او الدوار اللي كينحدر منه يشوف خوه ويشوف بوه، ضروري كيدي لهم تقدية ويدي لهم شي كادويات ويدي لهم فلوس كيعاون بيها بوه مهلك في ديال بصح. بينما خوه الصغير اللي كان سميتو عبد الله ابقى معاهم بوه، قال لي بلا ما تهبط معايا انت، هو كان باغي يهبط معايا يخدم حتى هو، ولكن قال لي صافي الوالد كبير في العمر داكشي ابقى مقابلو حتى هنا وانا غادي نهبط نخدم. هذا هو الاتفاق اللي كان بيناتهم، كان مرضي الوالدين هذاك عماد. المهم فيما كيجي كيسولو بوه كيدير الخدمه مع من خدام، حدو حتى كيقول لي انا خدام في واحد البلاصه في البني عند واحد طاشون. هادشي اللي كيعرف بوه ما كيعرف حتى شي حاجه اخرى، كيعرف عماد ولدو خدام في البني عند شي واحد في المدينه، هادشي اللي كيعرف. كيجي مره عاوتاني ما كيجيش، 20 يوم شهر عاد كيجي. واحد المره من المرات انقطعت الاخبار ديال هاد عماد هذا، ما بقاش جا. فاتت 20 يوم، فات شهر، فاتت شهرين ما جاش. بوه تشوش عليه ديال بصح، قال ولدي تكون واقع عليه شي حاجه، كيتصل بيه في التليفون والو ما كيجاوبش. هو ما اتصلش ببوه ما اتصلش بخوه، كيسول الناس في الدوار تما اللي كيتلاقاو معاه مره في المدينه، مش خدامين معاه في نفس البلاصه وانما مره فين كيتلاقاو شي قهوه في شي بلاصه كذا، حتى واحد ما عرفو فين مشى. كلشي كيطلع للدوار الا ولدو عماد تشوش بزاف، هو يطلب من ولدو هذاك عبد الله اللي في عمره 20 عام كما قلنا، قال لي شوف اولدي هبط للمدينه، واخا المدينه كبيره ولكن بقى تقلب على خوك. قال لي صافي واخا اهبط، هبط المدينة وفين غادي يقلب، شحال تاع المارشيات كيتبناو، شحال تاع المقاولين خدامين، وشحال تاع الشانطيات كاينين. المهم هذاك عبد الله دار النية وكيقلب كيقلب فين يمشي لشي مارشي كيتبنا او لشي مقاولة او لشي حاجة، هاز التصوير ديال خوه كيسول واش هاد السيد هذا خدام عندكم، واش شافو شي واحد، واش كذا، والو والو الخبار عليه مقطوعة. سول شي وحدين ولا الدوار نيت توما اخر مرة شفتوه، واخر مره شفناه هادي واحد شهرين بحال هكاك في البلاصه فلان فلانيه، واش قال لكم عند من خدام طاشون خدام عندو؟ لا كيقول لينا ودي حنا خدام غير عند فلان. شكون هو طاشون العربي الواقع حسن ما قال لي واحد طاشون سميتو العربي، ولكن فينا بلاصه اش من المقاول تابع ليها الله اعلم. المهم هذاك عبد الله تقريبا واحد الاسبوع حتى 15 يوم وكيقلب في المدينه ما لقى حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت الاب ديالو ما كانش كيسكت، وانما كان كيقلب الدور ديالو في الدوار وفي القرى المجاوره، والو واش لقاو ليه الاثر هاد عماد. من بعد ما عيا هذاك خوه الصغير اللي هو عبد الله التقلاب طلع للدوار عند بواه وقال لي راه والو عييت ما نقلب ما لقيتوش. سولت عليه الناس اللي كيخدموا معاه هنايا في الدوار، تاهما هي بنايا ولكن ما كانوش كما قلنا كيخدموا معاه في نفس المارشي، حتى واحد ما عارف ليه شي حاجه. صافي هنا شافو تاعيا ومشاو عند رجال الدرك باش يبلغوا على الاختفاء ديالو، بغاو يديروا بحث لفائدة عائلة. ملي مشاو على الجدارمية قال لهم الأب ديال عماد أنا كنقلب على ولدي اللي في عمره 26 عام، خدماتو بناي هبط للمدينة موالف تقريبا كل 20 يوم كل شهر كيجي عندي،
ولكن هذه تقريبا واحد اكثر من شهر اختفى عليا، ما بقيتش عرفت واش حي ولا ميت او مسافر او اشنو واقع ليه. قطع لي الاتصالات، هو ما جاش عندي، عيت ما نسول خوه بطل المدينه قلب ما لقاش هذا العيس، ما قلب ما لقيتوش، بغيتكم تقلبوا لي عليه. صافي هنايا جدار مي داروا لي واحد البحث لفائده عائله وخرجوا كيقلبوا عليه. طبيعي الحال من بعد ما خداو البيانات ديالو كامله، الصويره ديالو، شعدو من عام، في كيمشي، في كيجي، المعارف ديالو، اصحابو، اصدقائه، الاعداء ديالو، كلشي كلشي معلومات. جاو الدوار كيبحثوا كيسولوا دوك الناس اللي كيهبطوا للمدينه بحالهم بحالو، يعني حتى هما يا بنايا او خدامين شي خدامي اخرين، وكيتلاقاو معاه في المدينه. كانوا تقريبا واحد الخمسه او السته اللي كانوا هذيك الساعه اللي كانوا كيقلبوا جدارميه حاصلين في الدوار. سولوهم قالوا لهم امتى اخر مره شفتوا فيها عماد؟ عماد سيدي كاملين قالوا هضره واحده، اخر مره شفناه تقريبا هذه واحد شهر وشي 15 يوم، شهر وشي 20 يوم. فينا بلاصه؟ في المدينه. كتعرفوا البلاصه اللي خدام فيها تمايا؟ في المدينه. لا سيدي لا، حنا كنتلاقاو غير في قهوه اولا كنتعيطوا ما بيناتنا في التليفون، كنتلاقاو في شي قهيوه اولا شي جارده اولا شي حاجه كنجمعو، اولا هو كيجي عندي للدار فين انا كاري ولا شي حاجه كيريح معانا شويه وكيمشي في حالاتو. انتوما عمركم مشيتو عندو البلاصه فين كاري هويا؟ لا ما عمرنا مشينا عندو، ولكن هو الحساب ما كان كيقول لي راه كان كاري مع شي دراري خدامي معاه تما في المارشي شي ربعه ولا خمسه مجموعين، وكارين واحد البريط مع علاقه الحال كارينا وكيتفاردوا في الكرا. هادشي اللي كان كيقول لي، ولكن انا ما عمرني مشيت معاه للدار فين ساكن. هاد الهضره هادي قالوا الناس كاملين تاع الدوار اللي كانوا كيتلاقاو معاه في المدينه. مزيان ما عطاو الجدارميه حتى شي اخبار، كاملين متفقين على كلمه واحده انهم اخر مره شافوه هادي شهر ونص تقريبا. سولو خوه عبد الله اللي هبط للمدينه وكيقلب عليه، قال لي نفس الهضره، انا هبطت ما خليت حتى شي مارشي تاع البني، ما خليت حتى شي مقاوله، ما خليت حتى شي معلم او طاشرون، ما سولتو، كنوريهم التصويره اخويا والو شي واحد واش عارفو. سولت شي دراري ما سولتهمش شو ما هنا في الدوار، انا لقيتو تما في المدينه، ولكن للاسف حتى هما قالوا نفس الهضره، كي اللي شافو هادي واحد شهر ونص، كي اللي شافو هادي شهرين، كي اللي شافو هادي 3 شهور، حتى واحد ما عارف ليه شي حاجه. التليفون ديالو طافي ما كيجاوبش. صافي هنا جدار ميم اللي خداو المعلومات كامله من الاب وشي ناس كاين في الدوار تما يوم الاخ ديالو الصغير، هبطوا للمدينه. هبطوا للمدينه مشاو عند فرقه ديال الشرطه القضائيه للاستعانه بهم في هاد العمليه ديال البحث، وقلبوا فين يقلبوا؟ قلبوا في الشانطيات تاع البني، في المقاولات، في هذوك المعلمين اللي كيستقطبوا الناس من الدواوير القرى المجاوره كيخدموهم كعمال البناء، ووالو. هاد الدري هذا غابر للاثر، هازين التصويره كيسولو واش الدري هذا خدم عندكم، واش شي واحد كيعرفو؟ والو. تقولي شي واحد واش عطاهم شي حاجه او شي اخبار على هذا الولد هذا؟ المهم جدار مي داروا خدمتهم ورجعوا قالوا الاب ديالو شوف ملي توصلك شي حاجه علمنا بها، وحنا ملي غادي نتوصلوا شي حاجه بهذا الخصوص هذا حنا غادي نعلموك. وتقريبا تحفظ الملف لانهم ما لقاو حتى شي حاجه او ما لقاو حتى شي خيط اللي غادي يوصلهم شنو سبب الاختفاء تاع الولد، واش حي ميت، اشنو واقع ليه، حرق، فين مشى، الله اعلم، ما عرفوش فين مشى. هنايا اشنو غادي يوقع؟ هنايا صافي الاب ملي استسلم صافي تقريبا قال لولدي الله يستر غادي يكون ميت ولا واقع عليه شي حاجه، صافي ولا كي صافي دخل واحد الحاله ديال الحزن شديده. خوه هو اللي بقى معاونه تما، معاون الاب ديالو زعما تما في هذيك المنطقه اللي عايشين فيها. داز تقريبا واحد العام، عام تقريبا، وهاد عماد مختفي ما بينش ليه الاثر. غادي تلاقى داك عبد الله صدفة مع واحد السيد ولد دوارهم تمايا، والخدمة ديالو تا هو بناي، ولكن هو هاد البناي هذا ولد الدوار اللي كان سميتو محسن، كيفاش كان واقع ليه؟ كان هبط تقريبا في نفس المدة اللي هبط فيها هذاك عماد المدينة، تقريبا جوج بيهم هبطوا في نفس الزمن، هبطوا في وقت واحد تقريبا، كيعرفوا بعضياتهم، ملي هبطوا للمدينة كل واحد فاش خدم، ولكن غير شي ايامات قليلة هذاك محسن هذا اللي كنهضروا عليه دابا مشى مع واحد المقاولة تاع البني ادوه لبرا في اطار واحد المناوله غيديروا على برا، وداه هو ضمن واحد شحال تاع العمال شي 10 ولا شي حاجه صوبوا لي مراقاتهم ومشاو تما بعقد ديال تقريبا شي عامين، ضرب منه عام ورجع غير عطله وغادي يرجع يكمل العام الاخر. المهم رجع للدوار هو يتلاقى مع داك عبد الله، سلم عليه كي داير بخير هاني،
عاود لي كيفاش هو سولو العماد، قال لي نضرب واحد عماد فينا هو ما بانش ليا من جهة الدوار كذا، ما فراسو والو هاد محسن هذا لانه كان صاحبه وكان كيتلاقى معاه. هو يقول لي هذاك عبد الله خو عماد، قال لي علاه ما خبركش؟ قال لي لا خباري شنو واقع، مالو عماد شنو غالي؟ قال لي راه اختفى. ملي هبطي التويه انت غير شي ايامات ومشيتي على برا؟ اها. قال لي هو بدا كيجي عندنا كل مره، كل شهر، كل 20 يوم تقريبا، داز شي 4 شهور حماك اختفى، ما بقيناش لقيناه، ودابا تقريبا راه جاي العام، تقريبا لاقي العام ولا باقي ما لقيناش، ما عرفنا حي ولا ميت، عينا ما نسولو عليه، جا دار ميتا معايا وما يقلبو والو، واش لقيناه غبر لي الاثر. قال لي هذاك محسن واحد القاضي، هاد القاضي اللي غادي يقول محسن كانت منطلق ديال هاد العائله ديال عماد وجدرميه في انطلاق البحث من جديد. اش غيقول لي هاد محسن؟ قال لي يا ودي انا راني كنعرفو فين كيسكن هذاك عماد خوك، راني مشيت عندو شحال من مره، فين خدام معلم اللي خدام عندو راني ما كنعرفوش فين خدام، ولكن انا بحكم انه كان صديق ديالو بزاف كنت كنعرفو فين كيسكن، كان كيجي هو عندي وتا انا مشيت عندو شحال من مره، عارف الدار اللي كان كيسكن فيها لانه كان كاري واحد البيت مع واحد السيد، هاد السيد اللي كان كاري معاه بيت كان خدام معاه في نفس المارشي، وتا هو يبناي ولكن ماشي من الدوار ديالنا، من واحد الدوار بعيد انا ما عرفتوش، لكن هو قال لي سميتو ولكن انا نسيت على ديك السميه في الصراحه ما بقاش عاقل. المهم اخر مره انا مشيت عندو باش نودعو، كانت عندي الطياره الغد ليه، بحال الغد ليه غادي نمشي، مشيت عندو وعمر لي واحد البرات تاعي، وبقينا مجمعين وكنضحكو وخرجت في حالاتي، ولكن ملي كنت مجمع معاه كان هذاك السيد صاحبه اللي كان كاري معاه البيت، وقال لي بقى كيضحك معايا وقال لي هاد خونا هذا راه عارض عليا السيمانه الجايه نمشي عندو الدوار ديالو، راه قال لي كاين عندو شي مناسبه ولا شي حاجه وراه عارض عليا، وانا نضحك معاه قلت لي شوف انا كنت ما غاديش برا غدا، ما عنديش الطياره غدا كنت مشيت معاكم. الاخر قال لي مرحبا بك الله يودي، هادشي اللي كاين هنا يد عبد الله مع هذاك محسن، بقاو كنرجعو تاريخ حتى لقاو هذاك التاريخ اللي هو سافر فيه هاد محسن هذا مشى على برا، من وراه مباشرة اختفى هاد عماد على الانظار وما بقاش بان لي الاثر. صافي هنايا ملي عرف هذاك عبد الله الاخ ديال عماد هاد المعلومه الكامله مشى قال الاب ديالو، الاب ديالو خدا ولو وخدا هذاك محسن معاه في يدو ومشاو على جدارميه باش يطلعوهم على هاد المعلومات الجديده. جدارميه ملي سمعوا الهضره من عند هذاك محسن نفس الهضره اللي قال الاخ ديال عماد المختفي عبد الله، مشاو فين غادي يمشيو؟ غيمشيو للمدينه بالمساعده ديال هاد محسن هذا، قالوا لي شوف قول لنا نتايا غير العنوان فين كان كتكون هاد عماد هذا. مشاو لحسد داهم في المدينه نيت، واحد الدار كانت في واحد الحي شعبي، كيدقوا على مولاها، خرج مولاها السلام عليكم. وعليكم السلام، معك جدارميه سيدي مرحبا. قالوا لي عافاك غادي نوريك واحد التصويره ديال واحد الشخص وقول لنا واش فايت ليك راه عندك في الدار. قال لي وانا صراحه انا كنكري البنادم، كنكري غالبا الزوافريه يكون هنا خدامين جايين من الدواوه جايين من هنا من هنا، ودابا ني الدار راه عامره. قالوا لي معليش هاد السيد هذا ما غاديش يكون دابا عندك، وراه التصويره ديال عماد. شافها قال لي ما السيد هذا فايت ليك راه عندي، ولكن راه غبر مشى، لدرجة أنني تسنيت وتعييت، يعني تسنيت بزاف وأنا كنتسنى تقريبا واحد 3 شهور 4 شهور، عيط ليه في التليفون ما كيجاوبنيش، اضطريت أنني نخوي البيت ودخلت ليه كاري جديد. هادشي اللي درت، يعني اختفى حتى هو يعلك، اختفى عليا. قولي التاريخ بالضبط إمتى اختفى، عطاهم التاريخ نيت هو نفس التاريخ اللي كيقول الأب ديال عماد أنه اختفى فيه، يعني هو غبر من هنا. مزيان تقدر تقول لنا السيد اللي كان كاري معاه اللي كان كريم اه كذب عليكم؟ انا كنكرير بزاف على الناس، البيوت كيكون فيهم 3 4 2 بعض المرات. هاد السيد اللي كنهضروا عليه هاد عماد اللي تعرفت عليه في التصويره ديالك راه كان كاري غير مع واحد، على حسب الشهاده ديال السيد هذا على هذاك محسن اكد هاد الهضره هذه، قال مول الدار قال لي شوف اسيدي راه كان كاري مع واحد، وهاد الواحد انا ما عارف سميتو ولكن الا شفتو نعرفو. بقى كيفكر كي داير كي فاعل كي تارك، يعني الاوصاف ديالو كتفكر داك مول الدار ولكن ما عقلش مزيان. هنايا دوك الجدارمية هما يقولوا لهداك مول الدار يقول لي جيب بعد انت، واش انت ملي كتكري بنادم ما كتاخد لا فوتوكوبي لا كارت، ما كتاخد تصويره، ما كدير لا عقد، ما تسال حتى حاجه. قال لي فكرتوني نيت انا نيت راه كناخد فوتوكوبي ديال لا كارت ديال كلشي ضمانا لي من العداله ولا شي حاجه، كنخاف اسيدي على راسي. تسنى واحد شويه انا غنجيب لكم لي كوبي ديال لي كارت ديالهم. مشى غبر واحد 15 دقيقة ولا 20 دقيقة وهبط لهم من الدار واحد المجموعة ديال البطائق الوطنية.
مالهم كاينين اللي باقيين دابا ساكنين، كاين اللي مشى وكاين اللي صافي انقطعت الاخبار. المهم هو ديما غير كيخليهم عنده، واي واحد كيكري ليه كياخد نسخه ديال البطاقه الوطنيه وكيحتفظ بها. هادشي اللي كيدير السيد هذا. المهم هنايا الجدارمي ما غاديش يعرفوا هذاك الشخص اللي كان كاري معاه، هذاك محسن ولا يتعرف ليه، يقولوا يشوف السي فلان هما البطائق الوطنيه، الى بان لك الخونه هذا اللي شفتيه معاه هذاك النهار اللي كان كاري معاه البيت وريه لينا. بقى كيقلب 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 اللي حتى لقاه، قال لهم هو هذا، هو هذا عاقل اللي هو هذا، هذه البطاقه الوطنيه ديالو. ها سميتو، سميتو محمد. محمد كيسكن في واحد الدوار بعيد بزاف على داك الدوار اللي كيسكنوا فيه هاد العائله تاع عماد واخوه، يعني بعيد ليه بزاف بزاف. صافي دابا الجدارمي ملي لقى هاد الشخص هذا اللي الاسم ديالو محمد وهو الصديق اللي كان كاري مع هاد عماد المختفي، لقاو ليه العنوان ديالو، مشاو ليه طارو ديالو كتبو للدوار ديالو في كيسكون، مشاو كيدقو في الدوار ديالو في الدار ديالو تمايا، كيخرجو والديه، والديه ناس كبارين في العمر وخوتو وداك الشي. هنا كيسكن محمد، محمد هنا كيسكن حنا والدي يا سيدي، ولكن مالو شنو داير، حنا اللي كنسولو فيكم ولا لا، قولي لنا فينا هو. ولي محمد ما كاينش هنا، وفينا بلاصه في المدينه، فينا بلاصه شمن المدينه، مدينه فين فلانيه، هي نفس المدينه اللي كان كاري فيها وكان خدام فيها مع عماد مزيان. وامتى يجي ما عرفش، امتى يجي عارفين فين كاين دابا تمايا، وراه عطانا العنوان ديالو، وراه هو يلاه تزوج وساكن تمايا. مالو ياك ما كاين باس، حنا اللي كنسولوك على لا، عطينا العنوان ديالو جزاك بخير. عطاتهم العنوان ديالو، رجعوا عاوتاني للمدينه بالمساعدة ديال الشرطة القضائية، مشاو ليه العنوان ديالو، وصلوا تقريبا مع جويه ديك الخمسة الخمسة ونص العشية، غالبا غيكون في الدار. كيدقو كيخرج هو نين شخصيا، هو داك محمد، انت هو محمد فلان فلاني، اه يا سيدي هو انا، تفضل معنا. فينا سيدي انا مدير والو كذا، يلا معنا حتى تما وتعرف. اداه للكوميسارية، قالوا لي قول لنا سي محمد شنو علاقتك مع عماد فلان فلاني؟ قال لهم عماد شكون عماد؟ ما عرفتوش، انا ما كنعرفت شي واحد بهذا الاسم هذا. قالوا لي هنا الشيطان، هما جبدوا واحد التصويره ديال هذاك عماد، قالوا لي هذا كتعرفوا هذا؟ بقى كيشوف فيه، قال لي اه هذا كان خدام معايا في البني في واحد المارشي شحال هذه، ولكن دابا تقريبا راه واحد العام جايه بحال هكاك باش كان خدام معايا، وانا ما عرفتوش فين مشى، ما عرفتش فين مشى، ماشي حتى اخر واحد كنتي معاه، لا انا كنت خدام معاه في المارشي عند نفس الباترون، ولكن راه كل واحد مشى راح لحسابيلو. انا هذيك الساعه طلعت الدوار تزوجت وجيت بدلت السكنه، صافي دابا تزوج خاصني نسكن راسي، هادشي علاش، ونقيشتو وما عرفتيش فين مشى. لا ما عرفتش فين مشى، ماشي انت اخر واحد اللي كنتي تلاقيتي معاه؟ لا ماشي انا، ما كتكذب معاك، انت اخر واحد تلاقيتي معاه، بينا على التحريات ديالنا والاخبار اللي جاتنا، انت اخر واحد. لا ماشي انا، ماشي انت، انت اخر واحد الشريف، انت انت قلتي لي غنديك للدوار، عندي واحد المناسبه ديال الخطوبه ديال اختي، كاينه ولا لا؟ قال لي ما كايناش هاد الهضره هادي، هما يجيبوا لي محسن، دخل السي محسن، هو هاد السيد هذا اللي قلتي لينا ديك النهار، اييه هو هذا. واش قال لك في اخر لقاء فاش كنتي جيتي قبل ما تمشي للغربه كان عندك الطياره؟ قلت ليه، قال لي مجيت عند الصديق ديالي كيف العاده اللي هو عماد، كان هاد السيد هذا كريم معاه، تعشينا وبقينا كنضحكوا وشربنا واحد الكاس داتاي شويه، ويقول لي عماد انا راه غادي السيمانه الجايه عند هاد السيد هذا العروبيه ديالهم يعني الدوار ديالهم، راه عنده واحد المناسبه ديال الخطوبه ديال اختو. هادشي اللي كاين هنا، ملي واجهوا بالهضره هادي وبالشهاده ديال هاد محسن بقى غير كيدور في عينيه، قال لهم حقيقه مشى معايا، ولكن من تما راه ما بقيتش شفتو. كانت عندك شي خطبه ديك الساعه ديال اختك؟ اه كانت، وديتو وريح معايا واحد النهار اولا يومين، وجينا رجعنا في حالاتنا، ولكن من تما مشوش. ولكن حنا علاش ملي سولناك المره الاولى نكرتي، قلتي انا مشوش ومديتو لها عروبيه لا حتى حاجه، ما كاين لا خطبه ديال اختي ولا هم يحزنون، علاش كذبتي؟ علاش تا جبنا لك الشاهد عاد هضرتي؟ اذا كاينه شي حاجه في راسك العجينه تاعي، احتفظوا عليه في الكوميساريه، وفين غادي يمشيو؟ مشاو للدوار ديالهم وسولوا والديه وخوتو والعائله ديالو، قالوا لي قول لنا عافاكم نهار التاريخ فلان فلاني، عطاهم التاريخ بالضبط. واش كانت عندكم شي مناسبه ديال الخطوبه ديال شي بنت ديال شي واحد شي مناسبه معينه؟ بقاو غير كيشوفوا بعضياتهم، ما كاين لا مناسبه لا والو، لا ما كانت حتى حاجه، حيدوا الشيء هذا. في التاريخ بالضبط واش جاو عندكم ومعاه شي واحد الصديق ديالو او شي واحد جاو عندكم هنا للدار؟
لا بقاو كيشوفو بعضياتهم، ما جات شي واحد عندنا وما كانت عندنا لا مناسبة لا والو. الرجل عاوتاني جا دار مي عند خونا محمد اللي باقي مساقينو في الكوميسارية، قالو لي شوف بالك دوب ديالك، العائلة ديالك تنفي اي خطوبة كانت عند بنتهم في هذاك التاريخ اللي قلتي لينا، وانك انت اصلا ما ديتيش حتى شي واحد من المعارف ديالك في هذيك الفترة المعينة الدوار، عرضتي عليه ولا شي حاجة؟ انت كذاب، انت في راسك شي حاجة باغي تنكرها؟ لا ما كاين والو، هاد الهضرة هادي اللي كاينة، وانا فعلا نيت مشيت مع عماد للدوار وراه غير ما شافوش، مشينا غير بقينا كندورو ندورو ورجعنا. وعلاش الخطوبة كاينة؟ والصراحة غير قلت ليها بغيتو يمشي معايا وصافي، صح كتخربق علينا من الصباح، غير قول الصراحة وهنينا، رحنا ما غنفكوش معاك إلا ما قلت لنا الصراحة. بقى غير كدور في عينيه ولكن بقى متشبت بإنكار، ما بغى يقول حتى شي حاجة. قالوا لي جدارمي اجي بعد، انت شكون هو داك السيد اللي كنتو خدامي عنده باترون ديالكم في لبنان؟ تو عماد قال لي فلان المعلم فلان، يعني وراهم واحد الاسم. قالوا لي فين لقاو هاد السيد هذا؟ في البلاصة فين فلانية. مشاو الجدارمية عند هاد السيد هذا اللي هو الباترون تاع هاد محمد والباترون تاع عماد اللي كانوا خدامين عنده بجوج بيهم في البني. فكروا في عماد وراوه التصويرة ديالو، قال لهم هاد الشاب هذا كان خدام عندي، الله يهدي، هذا شاب مزيان الله عمره داره معقول كذا وكذا، ولكن راه اختفى حتى غبر ما عرفتوش فين مشى، وانا ما كنعرفش الدوار ديالهم اللي حتى نمشيو نسول عليه، لهذا بقيت كنتسنى فيه ما جا ما والو، صافي استغنيت على الخدمات ديالو. وكتعرف هاد السيد هذا؟ وراه محمد هذا تا هو كان خدام معايا، ولا كان صاحب وكان كاري معايا واحد البيت، عطاهم نفس المعلومات اللي هي صحيحه ووقفوا على جدارمية بيديهم مزيان. بيناتهم قول لنا شريف عفاك، واش بيناتهم كانت واقع شي حاجه شي حزازات فايت اليوم معادين مضاربين كذا؟ هو يقول لي واحد القضيه، قال لي ما ودي هاد محمد هذا هو اللي خدم عندي الاول، كان خدام عندي وكان كاري واحد البيت في العنوان التالي، عطاهم العنوان فين كان كارين بجوج بيهم هذاك عماد مع محمد مزيان، كان خدام عندي تقريبا شي عام وخدام عندي، اللي احتاج عندي هاد عماد هذا وخدمته، لقيتو شاب مزيان وكذا وتعاشر مع هاد محمد ومشى سكنوا معاه في البيت مزيان، بقاو 20 جوج بيهم يعني صحاب ديال بصح، اليوم غدا اليوم غدا واقيلا وقع بيناتهم شي نزاع على الكرا او الخلاصة الماء او الضوء او شي حاجة كتعلق بالمصاريف اليومية ديالهم همايا، ولكن هاد النزاع هذا غادي يوصل للورشة ديالي يعني ديال الشانطي من خدامين، وغادي تضاربو وغادي تضاربو واحد المضاربة كبيرة. هذاك عماد غادي يهز هاد خونا هذا وغادي يدير هاد خو مع الأرض، هذاك عماد كان قوي البنية وصحيح والآخر كان شوية على قد الحال، غادي يعطيه واحد القتلة ديال العصا، هنا يبغي يحمش راسو هذاك محمد وغادي يبدا يتهدد عليا، يقول لي والله لبقات فيك ولا غادي يصفيها لي وكذا كذا. حنا فكيناهم وحاولنا نصرحو الأمور ما بيناتهم، صافي هذاك محمد صالح مع داك عماد وعماد تا هو محقاش عليه ورجعت المياه لمجاريها، ومن وراها الشي هذا شنو وقع الله اعلم، من وراها اختفى هذاك عماد. وداك محمد جا عندي واحد النهار وقال لي عطيني حسابي راني ما بقيتش خدام معاك، انا راني لقيت واحد الخدمه في واحد المدينه اخرى، عطيتو فلوسو ومشى في حالاتو. هادشي اللي كاين هنا يا جدار مي، خداو واحد المعلومه مفيده من هاد الباترون السابق ديالهم بجوج عماد وداك محمد، وهي ان داك محمد عنده الدافع عنده مصلحة 100% أنه صفي هذاك عماد، لأنه ما حملوش من اللي عطاه واحد القتلة للعصا وسط من الشانطي وضحك فيه عباد الله والبنايا الآخرين. هنا رجعوا لمحمد في الكوميسارية قالوا شوف حنا جبنا الأخبار ديالك، السيد كنتي معادي معاه كنتي مدار معاه، لهذا استدرجتيه وديتيه للدوار، شو شنو درتي ليه؟ لحتي في شي مطفية ولا صفيتي عليه ولا شوف كدرتي ليه؟ العلم عند الله وعندك تاي، خاصك تقول لنا أشنو وقع، قول ما تقول، المهم في الاخر اعترف. النهار طوقوا الاسئله ديال الجدارميه من هنا ومن هنا وقالوا لي ما غتخرجش من هنايا الا ما اعترفتي، انت هو مولف على وانت اخر واحد كنتي معاه، وعندنا الشهود وجميع الادله ضدك نتايا بلا ما نقطعوا علينا هنا ولا هنا، غير اعترف سلك صافي نهار كما قلنا واعترف. قال لهم بصح نيت انا هذاك السيد كان صاحبي في الاول، ملي جا من الباديه ديالهم جا لقاني انا الاول، عطيتو فين يسكن تعاونت معاه ولينا كنخلصو بجوج بينا المصاريف تاع الكرا والماء والضو والماكلة، كنا على خير وبخير، ولكن واحد اللحظة من اللحظات السيد بحال بغا يهرف عليا، مبقاش كيخلص معايا الكرا في الوقت، مبقاش كيخلص الماء والضو، وليت أنا اللي كنصرف أم اللي دويت معاه، قالي شوف غير قضي باش مكان، صافي أصبر أصاحبي زيد كل فلوس وأنا غادي نعوضك على كلشي، ولكن الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث السيد زاد فيه، وملي هدرت معاه بغيت نوقفو عند حدو دار فيا وقال لي ما سكتيش غادي نوريك حسابك ديال بصح، غادي نسلخك،
كان كيهددني ديما لانه قوي البنيه وصحيح ليا، انا محملش راسي. المهم هذاك النقاش ديالنا تطور ووصل للبلاصه اللي كنخدموا فيها المارشي تما ضاربنا. ملي ضاربنا كان صحيح ليا كما قلت لكم وسلخني، يعني هزني وخبطني مع الارض وضحك في عباد الله. انا هذاك الشيء ما صارطاش ليا، هذاك الشيء اللي دار ليا وبقيت حاقد عليه. واخا صارحنا المعلم وصارحونا شي ناس ورجعت المياه لمجاريها، ولكن هذا الشيء ماشي عندي انا، ما رجعش لمجاريها وانما باقا هي. لهذا قررت اني ننتقم منه، ولكن المهم ندير ليه واحد الخطه اللي تا واحد ما غيدي ما يجيب. اشنو درت ليه؟ تسنيت لحتى داز تقريبا واحد الشهر اولا شهرين، كل شيء نسى هاد الواقعه ورجعنا على خير وبخير. قلت لي شوف عماد، راه الاسبوع الجاي راه عندي واحد الخطوه ديال الاخت ديالي في الباديه وما كرهتكش تمشي معاه. قال لي مرحبا يلا يا ودي. قال لي نشوف شي كادو زوين ودي. قال لي بلا ما نشوف لا كادو لا والو اصاحبي، غير يلا معايا وصافي. هي هذيك سبحان الله، فاش جا هذاك خونا هذاك محسن اللي ولد الدوار ديال عماد جا عندو للدار وقالها لي عماد. قال لي شوف راه الاسبوع الجاي راه غادي معروض انا عند خونا هذا صاحبي هذا الدوار ديالهم، عندهم واحد الخطبه ديال اختهم. قال لي مرحبا الله يهديكم، كنت غادي انا غدا كومشيت معاك. يا فاش الاخر قال لي مرحبا بك. المهم وصل هذاك الاسبوع ومشاو فيه للنيت، خداو طونسبور يعني ما كانش عندهم طوموبيل، خداو غير الكار ركبوا فيه ومشاو وصلوا الباديه. نزلوا تقريبا مع جوي هذيك الخمسة ونص تاع العشيه، ولكن هو كان مع المد محمد هذا ما داش للدار وانما داه لواحد البلاصه ورا الدار. هو كيعرف المسالك تاع الدوار تمايا، دوروا ورا الدار ودخلوا فين؟ دخلوا لواحد الكوري. دار براسو انه قال لي شوف تسنى هنا واحد شويه نشوف الدار. قال لي اسمح لي راه الدار عامر بالعيالات والبنات وكذا، ما كاينلاش ندخل. قال لي ما كاينش مشكل اصاحبي، حنا ولاد الباديه وكنعرفوا داك الشيء. ريح ما غير في الكوري تم، جاب لي واحد الكرسي وواحد الميده وكذا، وجاب لي واحد البراد تاع اتاي. قال لي شرب اتاي مع راسك واحد نص ساعه ولا شي ساعه الله روب تتخوى الدنيا، وغادي يوجدوا لنا واحد البيت وغندخلوا ليه. قال لي ما كاين باس. هو اشنو دار لي في داك الاتاي؟ دار لي واحد المنوم. كي شرب هذاك الكاس هذاك عماد بقى مجمع معاه كيدي ويجي معاه في الهضره، اللي حتى شويه ترخى الاخر وداه صافي مشى فيها. ملي طاح هذاك المنوم قضى عليه، الاخر اشنو دار؟ مشى وخنقو، جا واحد الحبل حل الحبل يعني حبل غليظ، دوروا لي على العنق ديالو وخنقو مزيان، خنقو اللي حس اكد بانه صافي مات. ملي مات خلاه تما مرمي تما في داك الكوري، وحرص على انه تا واحد ما يجي تمايا. هو دخل للدار تما فعلا شافوه الناس، شافوه عائلته، شافوه كلشي، ولكن ما هما اصلا نساو الزياره ديالو لان غير جاو مشى هذيك الساعه. والوقت راه دات كما قلنا راه واحد العام او لا صح من العام، يعني بلاد ما بقاش عاقل بالضبط نيت. المهم تسنى اللي حتى طاح الليل ديال بصح، يعني جو هذيك 12 بحال ما كذا، وفين دفنوا؟ جرو جيت الجنان ديالهم واحد البلاصة معزولة ما كيحارتوها ما يديرو فيها حتى حاجة، وحفر حفر حفر بواحد الفاس والمعدات راه عندو تمايا، حفر مزيان. هو يدفعو بحوايجو بكلشي اللي هذاك الشيء اللي عنده بفلوسه بكلشي ليه تمايا في ديك الحفرة اللي صاوب ليه، وردم عليه التراب مزيان، مردم عليه صاوب ليه القاضية، حط عليه شي زبل وشي أغصان تاع شجار وشي حاجة، ورجع في حالته. وهذيك الليلة ارجع للمدينه. هي فاش فراها مع مول الدار قال لي هكا خلاصك ديال الكرا، ومشى عند المعلم ديالو نيت. قال لي شوف علي حسابي انا لقيت واحد الخدمه اخرى في واحد المدينه اخرى، مابقاش لاق ليا الشيء، صيفطو في حالته. هذا الشيء اللي كاين فعلا نيت. ومن وراء الاعترافات ديال محمد مشاو جو دار من عين المكان اللي هي الدار ديال هذا محمد، ومشاو الجنان اللي كيدور بها، مشاو كيقلبوا في البلاصه اللي قال ليهم، كيحفروا اللي حتى كيلقاو فعلا نيت الجثة ديال عماد وهي متحللة. هزوها وداوها المستودع البلدي الأموات وسلموها العائلة ديالو اللي هما دفنوه بالمعرفة ديالهم. بينما محمد قدموه رجال دارك العدالة بتهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد، وتحكم عليه بالمؤبد. إيوا هنايا كتسالي الحلقة ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.